ايش في على التي في مع سهى الوعل. اهلا وسهلا فيكم، حياكم بحلقه جديده من ايش في على التي في، مجلتكم الفنيه الرمضانيه اليوميه على هواء اذاعه الف الف. طبعا احنا متعودين في هذا البرنامج انه نحكي عن الدراما وعن ما يدور خلف الكواليس، ونحكي كمان عن تفاصيل بعض الاخبار اللي تشوفوها على السوشيال ميديا، بس اوقات تكون التفاصيل غائبه، بالاضافه لانه ضيوفنا دائما من صناع الدراما ونجومها من ابطال رمضان، ويعني طوال نحن طوال الموسم من ليله رمضان لغايه اليوم، ونحن قاعدين نغطي كل شيء بالتفاصيل وبعمق شديد. لكن ابتداء من اليوم، لانه نحن خلاص باقينا ثلاث حلقات اللي هي اليوم ان شاء الله بكره وعده، فحتكون كل تغطياتنا عن الدراما العربية كويتية مصرية محلية. اليوم حتكون معنا إن شاء الله الناقدة الكويتية، ناقدة الصحفية والكاتبة أسيل أمين. أسيل أمين راح تسلط معنا الضوء على الدراما الكويتية. اليوم حنعمل تقييم للدراما الكويتية، أبرز الملاحظات، الأفضل، الأسوأ، أشياء لازم نتوقف عندها ونعطي عنها آراء، وأيضا مشاهد قد تكون استوقفتنا واستهوتنا، بالإضافة إلى أبطال يستحقوا أنه نحكي عنهم برزوا خلال هذا الموسم. كل هذا وأكثر حنحكي عنه اليوم. طبعا على الخارطة الدراما الرمضانية شفنا أعمال مرة كثيرة، يعني مثلا كبار النجوم زي محمد المنصور، زي جاسم النبهان، صار لهم كم سنة، ونجوم آخرين طبعا يروحوا لموضوع الخيارات اللي شوية بعيدة عن الرائج، يعني بيرجعوا لقصص كمان قديمة عن البيئة الكويتية القديمة، بيرجعوا لأشياء افتقدناها، لذلك بيقدموا أعمال جدا مختلفة وغالبا ما تكون بعيدة عن الترند، زي مثلا هذه السنة في الناموس، لكن أيضا فيها أعمال اللي هي دائما تخاطب الترند وتحس إنها هي معمولة عشان تعمل ضجة طوال الموسم، زي مثلا أمينة حاف، بالإضافة إلى أعمال نكون قبل الموسم متوقعين لها مثلا إنها هي راح تكسر الدنيا، راح تكون حديث الناس، بعدين نكتشف بعد ما يعرض العمل ويمشي الموسم إنه هذه الأعمال مو قاعدة تعمل الضجة اللي كنا متوقعينها، زي مثلا الناجية الوحيدة، بينما في أعمال تكون محققة توازن ما بين الترند ما بين الـ يعني ثناء النقاد وثناء الجمهور، زي مثلا شليوي ناش. لكن في أعمال ما بين كل هذه الأعمال كمان موجودة ما أخذت القدر الكافي من المتابعة، لكنها قدمت مواضيع وأفكار جديدة وجميلة. كل هذا حنحكي عنه بالتفصيل اليوم. طبعا في وسط هذا كله في نجوم أكيد جدد برزوا من خلال الدراما الكويتية، نقدر نقول إنهم مثلا واعدين، وفي نجوم مثلا كرروا نفسهم، في نجوم كانوا أفضل في هذا الموسم، وفي نجوم كانوا أسوأ. كل هذا راح نتكلم عنه، مين الأفضل مين الأسوأ، إيش النص اللي كان يستحق إنه نحييه تحية كبيرة، المخرج اللي كان خلاق ومبدع هذا العام، وكثير مواضيع كمان. إذن حلقتنا اليوم حلقة نقدية خاصة عن الدراما الكويتية، نبدأ بها اليوم حلقتنا النقدية. اليوم حنكون مع الدراما الكويتية، بكرة مع الدراما المحلية السعودية، وحتكون مع الناقد الأستاذ فهد الأسطى، وبعدها حتكون عن الدراما العربية وطبعا المصرية. لذلك اليوم حيكون معنا إن شاء الله موضوع جدا مهم، طوال الحلقة حتكون معنا أسيل أمين، حنتكلم بكل جرأة وشفافية عن الدراما الكويتية وتقييم جدا جاد منها، فخليكم معانا على السماع. حنطلع فاصل نرجع مع ضيفتنا، وإن شاء الله تعجبكم حلقة اليوم هذه الخاصة، طبعا حلقتنا النقدية من إيش في على التي في. إيش في على التي في مع سهى الوعل. أهلا وسهلا فيكم من جديد، وصارت معنا ضيفتنا الناقدة الصحفية الأستاذة أسيل أمين، قلنا حلقة خاصة نقدية عن الدراما الكويتية. أسيل أهلا وسهلا فيك. يا هلا، بداية أقدم جزيل الشكر للسهى وللبرنامج على هذه الاستضافة. نورتنا دائما. ولو إنها متأخرة الله ينور عليكم، ولو إنها متأخرة بس هم راح أبارك بحلول الشهر الفضيل علينا وعلى المستمعين، أعاد الله علينا بالخير والمحبة والصحة والعافية. يا رب اللهم آمين، وإن شاء الله يا رب كمان يعني العيد لسه خلاص مرة قريب، وإن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كل الكويتين يا رب.
وعلى الجميع إن شاء الله، على الجميع إن شاء الله يا رب. أسيل أنا أعرف أنه أنت عندك دائما رؤية نقدية يعني مختلفة عن بقية الكتاب الصحفيين الثانيين، ولذلك دائما يهمني فعلا، عندي فضول أن أنا أعرف بشكل عام دائما إيش رؤيتك، مدى رضاك يعني اللي تم تقديمه في الموسم، أبرز الملاحظات وكذا. فخلينا نبدأ معاكي بموضوع الرؤية كذا العامة قبل ما ندخل في التفاصيل. بشكل عام مدى رضاك يعني الموسم الدرامي فيما يخص الدراما الكويتية بشكل عام؟ طبعا احنا مثل كل سنة تزدحم شاشة رمضان بالأعمال الدرامية، وخنقول تحديدا الكويتية، لأنه نحن صرنا معروفين احنا السباقين والرائدين، وإن شاء الله غير ما يسبقنا إن شاء الله. وهذه ظاهرة بالعكس أنا أشوفها صحية للدراما في الخليج، لأنها تعطي روش التنافس مما يساعد على التسابق لتقديم ما هو أفضل، أو يمكن هذا اللي إحنا نأمل فيه. فيصير عندنا كل سنة مثل ماراثون درامي. بس بخلاف هذه الزحمة بصراحة أنا ما تابعت بشكل جيد مسلسل بحد ذاته، ولكن مشاهداتي واللي تعود فيها التركيز على الفكرة والمضمون وجماليات الصورة في المشاهد، هذا غير الأحداث والشوارات طبعا، وغير من التفاصيل مثل ما حدثت الشفة الضلتي، قلت يعني في شوية رؤية مختلفة أشوفها. بالنسبة حق الأعمال المعروضة طبعا أنا ما يلساني أتكلم عنها كلها، بس يعني خلينا نتكلم نبتدي بالنقد البناء قبل النجح والثناء. إذا نتكلم على بعض الأعمال الكويتية، في أول مسلسل مثلا يعني على جزئية أبدي ملاحظاتي فيها، اللي هو مسلسل أمينة حاف من بطولة الإلهام الفضالة وشهاد شغل. بالضبط، يمكن هذا ما تكلمت عنه حتى في السوشيال ميديا. وأنا ما أتكلم هنا على الأداء، ولكن على الفكرة والمضمون. قصة المسلسل تقوم على تنافس أربع زوجات على زوج. الطالب يزعم أنه كوميدي. وبرغم كل هذه التطورات بشأن حقوق المرأة وتمكينها في دول الخليج، يعني صراحة أنا أشوف أن المعيد من عيد صياغة مسلسل الحاج متولي بعد 20 سنة. طبعاً منه منا ما يعرف مسلسل الحاج متولي. طبعاً المرأة في المجتمعات الخليجية وخاصة من جيل الشباب صار عليها وعي كبير على أنها تشاهد مثل هذه القصص، خاصة أنه نحن ما نحكي عن التعدد كتعدد، هم قاعدين يحكوا عن النساء كيف مستميتة عشان تنافس بعض بهذه الطريقة، وأنه كيف حياتهم تصير داخل أكيد. البيت هذا بس جل اهتمامهم بالضبط. إحنا هذا اللي نتكلم عنه، أن إطارهم التنافس على رجل في داخل البيت، يعني حتى اللي تابع المسلسل أنا يعني صراحة أنا ما أشوفه كوميدي، بس يعني في تفاصيل صغيرة فيها إذلال للمرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة ما مفروض أنها تنعرض بهالطريقة، ولا حتى على سفيف ساخن. يعني إحنا صرنا فوق سفيح ساخن في هالفترة هذه من وقت المنطقة الخليج. الشباب خصوصا البنات من جيل الشباب صار عندهم وعي عالي بقضايا المرأة. فما أشوف أنه مناسب أن تنعرض قصة مثل هذه في ظل هالتطورات وتحولات، أنه حتى هو كمشاهد ما يتقبلها خلاص، يصير أنه شايف أنها تافهة طريقة التناول هذه، تافهة وما تحترم نضجه هو ووعيه كمشاهد. بالضبط وخاصة خلينا نتكلم بالواقع فيها، يعني قصة الزواج من أربعة هذه تحكي قصص نساء كثيرات في منطقة الخليج، فالمفروض يتم تناولها باحترام أكبر. بالضبط وكثير منهم لديهم معاناة كبيرة في حياتهم، سواء من تربية أطفالهم، في مشاركة زوج، ما يجب أن تعرض بهذه الطريقة الساخرة السطحية اللي تسترخص المرأة. فصراحة يعني أنا هذا المسلسل فعلا يعني هذا العمل شدني بشكل سلبي، وما أشوف أن العرض أنت عندك ملاحظة على الفكرة وحتى على الطرح، يعني على الموضوع وعلى النص، على الموضوع على النص على الحوارات على حتى على الأداء بشكل مبالغ في أفقد طعم الأدوار يعني. خلينا حتى نحكي عن إلهام الفضالة. إلهام الفضالة كإلهام الفضالة اليوم في الخليج بصراحة ما في أحد ينافس إلهام على شهرتها ولا على أجرها ولا على وجودها كل 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 موسم، يعني صاروا الناس مرة مهتمين، هي جماهيريا قدرت أنها تعمل مكانة جماهيرية بغض النظر طبعا عن حياة الفهد وسعد عبد الله. لكن اليوم هل تقع على عاتق إلهام مسؤولية هي مو عارفة حجمها وقدرها؟ بالضبط أنا أتفق معاش في هذه النقطة أختها. إلهام الفضالة الحين يعني مثل ما قلت صار لها دور كبير في منطقة الخليج كفنانة مؤثرة، ويجب أن تنظر إلى القضايا اللي تأخذها أو تأديها في المسلسلات بجدية أكبر.
خصوصا انه يعني احنا ما يجب ان يعني المسلسلات في النهايه هي وسيله لامتاع المشاهد، ولكن من ضمن الفن رساله، واحنا في ضمن الاوضاع الحساسه اللي موجوده في المنطقه احنا محتاجين من يوعي، من يوصل الى رسائل اجتماعيه هادفه للجيل الشباب، لانه هو اكثر جيل يطالع المسلسلات. والفنانه القديره الهام الفضاله يعني يقع عليها مسؤوليه كبيره لانها تقدم دور مو مجرد انه يكون عمل تجاري او عمل اصلي في الناس فقط. فنتمنى منها في المرات الجايه، لان فعلا ولها كل التقدير، نتمنى منها المرات الجايه ان ما يتكرر عندها شيء، خصوصا هي امراه وهي عارفه الامور هذه والقضايا هذه، خصوصا اللي قاعد يصير في مجتمع الكويت في السعوديه في منطقه الخليج بشكل عام. طب هدى حسين قبل الموسم كنا يعني متوقعين انه عملها ينجح بشكل كبير، وانه هذا الموسم الناجيه الوحيده راح يكسر الدنيا وحياخذ الاضواء، خاصه انه القصه كمان مره كانت يعني مؤثره، الفكره كفكره اثرت في الناس ودفعتهم كده عندهم فضول انهم يتابعوا. بس لما وصل الموسم خلاص ووصلنا للموسم وبدا عرض المسلسلات، وجدنا انه ناجيه الوحيده مو قاعد يحقق ارقام كبيره، ما هو موجود على الترند، هدى حسين ما هي حديث الناس زي ما توقعنا. في رايك انه الحاله او اللي صار مع ناجيه الوحيده ايش؟ اي طبعا احنا في البدايه انا اقدم لها اكبر تحيه القديره هدى حسين. ما نختلف، ما في اثنين يختلفون على ادائها. ولكن كقصه يعني احنا شو انا من وجهه نظري اشوف فيها تكرار قضايا الشركات، الورث، تنازع على المال، الغيره، الحسد، المؤامرات، هذه الأمور تكررت وايد عندنا في الدراما الخليجية، في الدراما الكويتية تحديداً. إحنا محتاجين أن نطرح قضايا تلامس واقع المجتمعات الخليجية، واقع المجتمع الكويتي بالدرجة الأولى، وبالنهاية إحنا ما ننفصل عن نتيجة المجتمعات الخليجية. صح، خاصة أنه هي كانت فكرة كفكرة كانت مرة حلوة، أنه مثلا الفكرة نفسها حلوة، أتوقعنا أن هي تأخذها من زوايا أخرى مو من نفس زاوية الميراث والمشاكل العائلية. احنا محتاجين حبكه دراميه، تفاعل بشكل مختلف، محتاجين قضايا اللي تمس واقع المجتمعات الخليجيه. يعني لو احنا نلاحظ في مساله بعض الاعمال المصريه تلاقين في قضايا مهمه مطروحه، مثل قضايا الارهاب، قضايا مرض السرطان، اولاد الشوارع، في قضايا تطلعات الشباب، هموم الشباب. احنا اللي قاعد يصير عندنا في الاعمال الدراميه الخليجيه اغلبها ما راح نقول كلها مجرد تكرار أداء روتيني رتيب لأفكار مكررة مستهلكة معلبة، وايد منها ما يلامس بشكل حقيقي. إحنا محتاجين إلى عمق، محتاجين إلى الدخول إلى جوهر القضايا، وهذا شيء ما قاعد يتحقق للأسف يعني. فنتمنى أن يصير في تطوير من هالناحية. طب وهدى حسين كشكل كمان هي شوي غيرت بشكلها، يعني شوية واضح أنه هي بدأت تلجأ لمواضيع البوتوكس والفيلر، فتغير شكلها فطريقة أدائها كما يقول الجمهور على السوشيال ميديا كمان اختلفت شوية تعابيرها وكذا. قلت أنت مع هذا الرأي أو لا؟ والله شوفي، يعني كل الفنانين سواء في الخليج أو في العالم الكل يلجأ إلى عمليات التجميل، حتى البنات العاديات يلجؤون له كلها. فيعني هذا الشيء لا فرار منه، هذا الأمور التجميلية هذه إحنا يعني بالنهاية هي ممثلة ومعروفة وتظهر على الشاشة وطبيعي. بس المشكلة وين تكمن في المبالغات في الأمور التجميلية. فنبالي إحنا ترى هذه الملاحظة أنا لاحظتها في مو بس بالأعمال الخليجية، في الأعمال على الصعيد العربي كله. ما تحافظ على تعابير الوجه، تلاقي الوجه مصمت. ما في تقطيمة الحاجبين، ما قلنا نشوفها، ما نعرف إذا الممثلة زعلانة ولا هي حزينه ولا غاضبه، وخاصه اذا كانت ممثله احنا عيننا مليانه منها، يعني نشوفها من زمان وطوال الوقت ومتعودين عليها، وتجي فجاه تصير مع يعني ملامحها ابرد، تعابيرها ابرد. صارت التعابير بارده، وهذا اثر على الاداء، ترى اثر على التاثير واحساس المشاهد. لما هي ننتقل حق الممثلين العالميين، يعني لو تشوفين صوفيا لورين قدمت فيلم في نتفلكس، تعابيرها بتجاعيدها بتعابير وجهها طبيعيه بما يناسب عمرها. هذا الشيء احنا نفتقده بالخليج او بالمنطقه العربيه بالاصح. يحتاجون الفنانات شويه يكونون طبيعيات اكثر، يتنازلون شويه
علشان يعني يكون المشهد حقيقي أكبر. أيوة أيوة. يعني. صح هذا كلام صحيح. طيب بعسريع قبل ما نطلع فاصل كنت بدي أسألك على موضوع إنه الدراما الكويتية الوحيدة اللي تطغى فيها البطولات النسائية، يعني ما نشوف أي جنسية أخرى من الدراما فيها بطولات نسائية بهذا القدر. في الكويت لا، في إلهام الفضالة تأخذ بطولة لوحدها، هدى حسين شي العمل لوحدها، سعاد عبد الله لوحدها، حياة الفهد لوحدها، إذا كانوا كلهم موجودين. هل في رأيك إنه اليوم هذه القوة متغلبة على قوة الفنانين الذكور، أو ما زالوا صح بالعدد يمكن قادرين ينافسوا لكن بالمواضيع وبالنجاح لا؟ إيش رأيك؟ أنا ما أشوف فيها منافسة كثير ما إنه يمكن تكون هذا نتاج ثقافة المجتمع الكويتي. مثل ما إحنا عارفين في منطقة الخليج الكويت طبقت أمور كثيرة ثقافياً. بصراحة هذا يحسب لكم يعني إنه البطولات النسائية طاغية. أي وإن شاء الله أنتوا عديتونا الحين السعودية إن شاء الله يا رب بالمرأة وبالحقوق بالعكس، يعني نحن الحمد لله نتمنى نكون مثل سبب هالقوانين إن شاء الله، وإن هذا الشيء نعكس على الدراما عندنا يا رب. ما هذا اللي نعكس على الدراما يعني، فعشان شذي صار الكويت فيها وجوه نسائية كثيرة وصار فيها نجوم نسائية كثيرة أكثر من أي دولة خليجية بسبب الوضع الاجتماعي والثقافي اللي موجود في الكويت. إيه بس عمل حالة أنت راضية عنها على الدراما في اختيار مواضيع وكذا؟ بصراحة لا. أنا غير راضية وطموحة إلى المزيد. أكبر وقضايا جوهرية أكثر وقضايا تلامس، يعني إحنا ما نبي الدراما تكون معزولة يصير فيها عزلة ثقافية واجتماعية، تعرض قضايا ما تلامس المجتمع ما تلامس مشاكله، يعني حتى لما يعرضون قضايا مثلا الأربع زوجات في مسلسل أمينة حاك أنا ما أشوف أنه يلامس أي حالة اجتماعية عندنا سواء في الكويت أو ما يصفوا بعض كنساء صح صح مو بهذه الطريقة بهذه الطريقة حتى لو كان في قالب كوميدي. أيوة احنا قبل كنا مسلسلات قديرة حياة الفهد وسعد عبد الله خال في ماشا وريو سليتشا مع ان ترى مسلسلات كوميدية وقالب كوميدي كبير يعني وكانت تضحكنا، بس نفس الوقت مثل ما كانت تضحكنا كانت تخلينا نشوف التفاصيل الصغيرة الجوهرية وما تزعجنا صح واقع المجتمع. صحيح انا اطلب منك تخليكي وما تزعج أنا أطلب منك أسئلتي خليكي معايا، نطلع فاصل مستمعينا ونرجع نكمل مع الناقدة الصحفية الأستاذة أسيل أمين حلقتنا النقدية الخاصة عن الدراما الكويتية في هذا الموسم الرمضاني. إيش في على التي في مع سهى الوعل، وحياكم من جديد مكملين مع ضيفتنا الناقدة الصحفية الأستاذة أسيل أمين. أسيل أهلا وسهلا فيك من جديد. يا هلا مرحبا. أهلا وسهلا فيكي. طيب قلنا قبل الفاصل تكلمنا عن أمينة حاف وتكلمنا عن الناجية الوحيدة، خلينا نحكي عن المسلسلات اللي هي زي الناموس وهذه المسلسلات اللي رايحة شوية لفكرة الأعمال القديمة اللي تغرد خارج السرب، يعني ما هي أعمال جماهيرية مو المقصود منها أنها تكون في الترند دائما لكنها تقدم قصة ومضمون وشيء كذا يوقظ فينا حنينا ما. نجحت هذه الأعمال في أنها توقظ هذا الحنين ولا في رأيك أنها كمان مجهود مو قاعد يتم تقديره؟ زي الناموس في الكويت حصلت يعني على مشاهدات وإقبال جيد ومنها في أحدهم اللي هو مسلسل اسمه عالية. هذا المسلسل أنا لأنه طلعت عليه شوي، هو يتكلم عن قضايا المرأة في الستينات من عمر الكويت عن تعليم المرأة، والصراحة أنا شفت فيه يعني حوارات هادية وراقية فيها محتوى ومضمون يثنى عليه. حلو. يعني أنا ما أقدر أقيم العمل بشكل كامل لكن يعني هذا اللي طلعت عليه نتمنى إنه يكون في أعمال رقيقة خلينا نقول وفيها طرح جيد مثل هذا المسلسل يكون فيها محتوى. وبالعكس يعني هذه المسلسلات اللي في خطط قديمة يعني تعرف المنطقة الخليجية في أحداث الكويتية قديما طريقة الكويتيين أيام قبل، وهذا شيء جيد يعني وبنفس الوقت يتمس الحنين إلى الماضي للمجتمع الكويتي، فنلاقي أنه في مشاهدة عالية عليها. الناموس، جاسم النبهان، محمد المنصور، اختياراتهم هذه اللي صارت مختلفة شوية عن اللي كانوا زمان، مثلا ممكن يشاركوا الشباب بأعمال ما في أفكار جديدة، الآن لا، رجعوا لهذا النوع من الأعمال وصاروا خلاص ما يطلوا إلا من خلالها في السنين الأخيرة. برأيك كمان يشارك في هذه الأعمال وهذه الاختيارات؟ يمكن يكون لسبب احتياج الأدوار
مسلسلات يمكن الدراما الجديدة صارت دائما زواجات علاقات شبابية والأمور هذه، لكن هذا ما يمنع أن بالعكس هم تميزوا في هذا الأداء، والقدير جاسم النبهان والأستاذ محمد منصور، يعني أنا شفت لهم كذا مشهد أداء رائع جدا لا يختلف عن أي مستوى من قبل. طبعا بالضبط. طب الشباب، نحن شفنا قبل رمضان انه كان في كثير شباب كويتيين من اللي كانوا موجودين سنويا في الدراما وتعمل اعمالهم مع مشاهدات عاليه، مو موجودين هذه السنه، شفناهم قبل رمضان رايحين للاعمال اللي تعرض على المنصات اكثر، ما صار عندهم اهتمام بالتواجد في رمضان بعمل لا مهم وكذا، خلقوا يمكن حاله غير صحيه في المنافسه لانه غيابهم ملحوظ كمان. ايش رايك مع او ضد؟ او يمكن خلينا نقول قد يكون احد الاسباب الجائحه. الجائحة يعني هم غيبة عنا من غير شر الأستاذة القديرة سعاد عبد الله، ما شفناها، أتوقع أنا أعزو السبب إلى وجود الجائحة، فأعتقد أنها غيبة، يعني صار في وجوه خفتت، وجوه ظهرت أكثر حسب الوضع. بس الاتجاه للسوشيال ميديا لأنه صارت هي الحين اللي تسيدت الموقف، ولكن هذا لا يمنع أن الشاشة الرمضانية دائما هي السيدة في شاشة على الشاشة في رمضان. ويعني المشكلة في بعض الفنانين الشباب أنهم ما يشتغلون على نفسهم، يعني تلاقين أداءهم السنة مثل السنة اللي وراها مثل السنة اللي وراها، لا يتطور ولا يتحسن، ما تشوفين أي تطور في شغلهم. وحتى الفنانات مو بس الفنانين، تعرفي ليش؟ يمكن لأنهم بعض الأوقات يعتمدوا درجة أعلى من الجرأة فيعتقدوا هذا هو التطور خلاص. هم إيه يعتمدون مو بس كذي على الشهرة عن جيل الشباب والمراهقين، إحنا مشاهداتنا عالية، طيب خلاص يصير عندهم مثل ثقة، لكن هذا خطأ، هذا خطأ كبير. الفنان لازم يشتغل على عمره من البدايات إلى خلينا نقول إلى النهايات. ما مفروض يكتفي ولا إنه يقتنع إنه هو وصل إلى القمة، ما في شيء اسمه قمة بالفن. مفتقد أحد من الشباب تحس إنه هذا الاسم أحب يكون موجود في المنافسة في رمضان، حلو وجوده؟ والله الصراحة أنا قاعد أشوف الوجوه كلها موجودة تقريبا، من عندنا احنا اللي مو موجود غايبين هذا الموسم الشباب كلهم اللي كانوا بدفعة بيروت اللي أصلا ما رجعوا للكويت إلا مؤخرا. غايبة السجون كمان. شجون طبعا انا لا اعرفهم لان دفعة بيروت قاعد يطلع معايا على NBC دراما، فلا سالوا وجوه حاضرة بالنسبة كمان روان المهدي اللي كنا شايفين فيها مرة موهبة يعني قادمة وبقوة، رائعة جدا، وما ندري شنو سبب غيابها، ممكن تكون الجائحة، يعني ما احنا ما ندري، نحتاج تفسير. بس فعلا يعني انا الفنانة روان مهدي من الفنانات الرائعات جدا اللي الفتوا نظري على الشاشة، وانا طالما يلفت نظري احد. في فنانة ثانية اسمها ليال زهراب كويتية. ايوه طبعا ليال ماكلة جو على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل. بصرف النظر عن دورها في مسلسل أمينة حاب، ولكن أداء، انا اتكلم على الأداء. الأداء حتى طلعت في مارغريت مسلسل حياة الأستاذة حياة الفهد، ممتازة جدا. عندها موهبة كبيرة، بس يعني حلو الفنان يشتغل على نفسه، تحتاج توجيه عسنة. صحيح صح، تحتاج مخرج شاطر كمان يشرف عليها ويخرج افضل ما عندها. طيب كما قبل ما نطلع الفاصل بسألك على مارغريت بما أنه توقفنا عنده، حياة الفهد السنة الماضية قدمت أم هارون، وكان الموضوع يعني كان العمل برضو جاء عكس توقعات الناس، يعني كان في شوية سطحية في التناول، هذه السنة رجعت بمارغريت ومو قاعد يحقق على الترند أي صعود، لكن ما نعرف المشاهدات في الكويت كيف مدى رضا الناس عنها، قولي لي. صحيح، هو الأستاذة حياة الفهد طبعا احنا نقدم لها أكبر تحية أكيد، وما نختلف، ما في أثنين يختلفون على أدائها الرائع، ولكن يعني هي لأن العمل اللي السنة اللي طافت وهالعمل من تأليف الإخوين شمس، وهما يبدو يصر أن الإخوين شمس المؤلفين العمل يصرون على التوالي أن يستحضرون المختلف في العمل. المقصد في المختلف اللي أنا هني أقصده استحداث قوالب مختلفة لمجرد الاختلاف. يعني هم ما يستحضرون المختلف بشكل حقيقي، إلا السنة اللي طافت استحضروا اليهود في منطقة الخليج، هالسنة سيدة بريطانية في الكويت بعتقد بالستينات أو شيء كذي، بس هم قاعد يستحضرون القالب. وين الجو، وين جوهر المختلف مو موجود. يعني مثلا شوف مارغريت، شنو هي سيدة بريطانية، احنا شنو من وين عرفنا سيدة بريطانية؟ بالطبعات، بالملابس، ما شفنا في أي استحضار ثقافي وعمق للشخصية. برافو عليكي، صح صح.
بالضبط. اي هذا اللي انا يعني فعلا الانتقاد الرئيسي اللي اشوفه في المسلسل ماكريت. شنو استفدنا؟ نحن شفنا اوكي سيده بريطانيه، وين العمق الثقافي؟ هي جت من بريطانيا، وين العمق الثقافي لها؟ العمق الاجتماعي ما حسيت باي شيء وانا اشوف المسلسل. فيعني نتمنى من المؤلفين اخوان محمد وعلي شمس ان يعملون اكثر على عمق الشخصيات، عمق القصه، المحور، التصاعد. هذه الاشياء انا اشوفها مفقوده في العمل السابق والعمل الجديد للاستاذ حياه الفهد. طبعا احنا ما نتكلم هنا، نعيد ونقول ما نتكلم على الاداء، نتكلم على فكره العمل. أيوة. وعلى العمل بنفسه. أيوة. في رايك ايش اللي يخلي ممثله قديره وكبيره وعندها هذه الخبره زي حياه الفهد، وهي اصلا كاتبه وفي الاعمال اللي هي كتبتها هي كانت دقيقه في هذه الامور اللي انت انتقدتيها فيما يخص النص الخاص بالعمل هذه السنه اللي هو مارغريت وفي ام هارون العام الماضي، بس انسانه بتجربه حياه الفهد كيف فاتها هذا الموضوع في رايك، او ليش ما دققت في هذا المحور بالذات؟ بصراحة أنا ما عندي رأي. هذا السؤال أنا أسئلة معاك للأستاذة حياة الفهد، نتمنى نسمع منها جواب بعد ما ينتهي رمضان إن شاء الله، نسمع منها جواب على هذا التساؤل. لأن فعلا الأعمال اللي من تأليفها مثل مسلسل الفرية وغيره أكثر من مسلسل كان فيهم عمق وإحساس أكثر وحبكة درامية أكبر. فياليت يعني نسمع منها، إحنا ودنا كلنا نعرف، وأنا معاكم، أنا ودي أعرف بعد صراحة لأن أنا أجهز. أنا باجتهادي الصحفي يعني أعتقد أنها هي لأنه حملوا عنها عبء الكتابة في وقت هي تبحث عن فكرة جديدة، فيمكن هي لاحظت هذا الموضوع باستغاضت عنه لأنه يمكن هذا كان أفضل الموجود بالنسبة لها فيما يخص أنه فكرة جديدة أو كذا، يمكن قد يكون. احتمال. طيب نحن ما زلنا مكملين، ما زالت معانا ناقدة الصحفية الأستاذة أسيل أمين في حلقتنا النقدية الخاصة بالدراما الكويتية في موسم رمضان هذا العام. خليكم معانا لحظات ونرجع. إيش في على التي في مع سهى الوعل، وحياكم بآخر فقرة بحلقة اليوم، حلقتنا الخاصة عن الدراما الكويتية. هذه حلقة نقدية طبعا بختام الموسم لأنه نحن صار لنا 3 حلقات بس إن شاء الله وينتهي كذا البرنامج يعني هذه السنة لهذا الموسم. فاليوم نبدأ بالدراما الكويتية، بكرة إن شاء الله بالدراما السعودية، وبعدها بالدراما العربية، وطبعا معانا نقاد يتكلموا بكل جرأة وشفافية. اليوم الدراما الكويتية مع الناقدة الجميلة أسيل أمين. يا هلا، اهلا وسهلا فيك اسيل مره ثانيه. خليني معك بس اذكر المستمعين لا تنسوا جوائزنا، طبعا احنا جوائز مهمه نقدمها خلال شهر الخير. الف الف تقدم لكم مسابقه ميجا وين، حتربحوا كاش معنا كل اسبوع، الجائزه الكبرى 30,000 ريال والجائزه الاسبوعيه 3,000 ريال، وانتم شطارتكم طبعا اذاعه الف الف تعطيكم الفرصه تغيروا حياتكم، بس عليكم انكم ترسلوا اربح او وين على STC 851205 موبايلي 600417 زين 75303. ومكملين مع الأستاذة أسيل أمين. أسيل لا نروح، طيب إيش رأيك لأبرز الملاحظات والأفضل والأسوأ بشكل عام؟ أكيد عندك ملاحظات تحبي إنك هذا الموسم تسجليها على الدراما الكويتية. بالأكيد. إيش أبرز هذه الملاحظات؟ يعني أنا في البداية يمكن دائما يكون الانتقاد يسبق الثناء والمديح. يعني أول شيء اللي أتكلم فيه وأركز عليه الحوارات. إحنا عندنا ملاحظة قاعدة تتكرر كل سنة، مشكلة الحوارات، ضعف الحوارات. أغلبها فيها تمطيط مفرغة من المعنى. يعني المسلسل في النهاية عمل مرئي، إحنا نشوفه على التلفزيون، إحنا ما نحتاج إنه يعني هو مو عمل إذاعي. فإحنا محتاجين إن نعتمد على الصورة أكثر من الحوار. ذكاء الحوارات المختزلة مفتقد، مو موجود عندنا، مو بس بالمسلسلات الكويتية، يكاد يكون في منطقة الخليج كلها. محتاجين نتعلم شوي معلش من الناس اللي سبقونا، من الأعمال السورية المصرية، يعني الناس اللي سبقونا في المنطقة. هذه نقطة. النقطة الثانية عندنا مثلا الصورة أنا ألاحظ في الأعمال الدرامية الكويتية يهتمون بصورة المشهد بس ما يهتمون بعناصر الصورة. تشوفين يعني مثلا في الغالب تلاقين المشهد مرتب جدا، وايد مرتب، الفراش مرتب، القنفة أو الأريكة
مرتبة وايد، الأرفف الأغراض اللي على الأرفف مرتبة ممكن تكون ما تناسب احتياج المشهد أو حالة الموقف. هذا الشيء يعني محتاجين يشتغلون عليه شوي أكثر بحيث أنه يكون مناسب أكثر. يعني أنت تقصد أنهم هم يقدموا المنهج زي ما يجب أن يقدم، يعني كذا الدرس بالضبط أي كذا، يعني زي ما درسوا أي بالضبط، بدون تنميق بدون تأنق، عشان يعطي حق المشاهد إحساس أكبر بالمشهد. هذا الشيء شوي مفتقد عندنا بالأعمال الدرامية الكويتية. وايد ألاحظ أنه يعني جدا مفتقد، حتى في المسلسلات القديمة اللي يعني في حقب مثلا الستينات السبعينات مثل الناموس أو سما عالية اللي فيها السنة فيها رمضان الحالي، نفس الشيء تلاقين المشهد مرتب جدا، وين مرتب يعني هذا ما يعطي المشاهد إحساس عالي بالمشهد وبالأبطال وبالأداء. برافو عليك، أنت لفت نظرنا لموضوع مهم. صح صح، كل شيء قاعد يقدم بالضبط، يعني زي المفروض كيف الترتيب كذا من غير أي واقعية. بالضبط هذا غير أنه في ملاحظة أخصوها ثانية، الإضاءة. إحنا عندنا في الأعمال الدرامية الكويتية ما يشتغل على الإضاءة وايد، قد يكون في الأعمال الخليجية كلها الإضاءة. يعني لو نلاحظ في أعمال مثلا تركية، يعني أنا أتكلم عن المنطقة اللي قريبة علينا، المصرية السورية، في اهتمام بالإضاءة، الإضاءة الخارجية والداخلية، انعكاس الإضاءة الخارجية على الداخل والعكس. هذا الشيء ما يعني احنا نشوف المشهد سواء النهار ليل وتأثر هو بالإضاءة واحدة مصمتة في المشهد. فأعتقد أن هذا يمكن يكون أمر فني جدا بحت، بس أهم ترى العين المشاهد يعني تحس. وأنا أتكلم بعين المشاهد، ما أتكلم بعين الخبير أو المختص. فهذه يعني أحد النقاط. طيب والأشياء اللي تحب تثني عليها؟ والله شوفي، يعني في بعض الفنانين أنا الحين ما تحضرني الذاكرة منه أهما بالضبط، بس في فنانين اشتغلوا على نفسهم، أدائهم قاعد يتطور من سنة إلى سنة. في شوية تفاصيل بالأفكار، أنا ما أتكلم على فكرة عامة، ولكن بعض الأفكار يعني في المسلسلات الشبابية، بعض التفاصيل اللي فيها اهتمام بقضايا الشباب ولكنها مجرد تفاصيل. احنا طبعا طموحنا ان تكون قضية كبرى في المسلسل يتم محاكاتها وطرحها. يعني هذه الامور، اما من ناحية الصورة والتصوير والامور هذه ما اشوف ان في اي يعني تطوير عن الاعمال السنوات السابقة. طيب مين اللي تبي تتوقفي عندهم؟ تقولوا كان ما بدي اسالك انه مين الافضل، لانه اكيد انت ما شفتي كل شيء بالتفصيل، لكن اللي نقدر نقول من الافضل هذه السنه، من ضمن الافضل يعني قائمه الافضل تضم مين برايي اسيل امين هذه السنه؟ خلينا نبدا بالمسلسلات، قائمه الافضل تضم مين؟ يعني شوفي، صعب ان احنا نقيم منه الافضل والمسلسلات ما خلصت بعد، لان عشان نقيم الافضل هو مو بس الاداء، هو الاداء والدور نفسه والفكره والتنفيذ اللي صار. بس بشكل عام لغايه اليوم، يعني لغايه اليوم في رايك ايش الاعمال اللي يعني من ضمن قائمه الافضل؟ شوفي انا ما يعني انا اقول لك اياها، بزحمه الاعمال هذه فضلت اني انا اجل المتابعات الى ما بعد رمضان. فما أقدر، صعب أني أنا أقيم، ولكن أنا قاعدة أشوف مثلا في مسلسل سما عالية لفت نظري نوعا ما، بس أنا ما شفته كامل. مسلسل الناموس يبدو يمكن النوستالجيا والحنين إلى الماضي، ويمكن أنا كوني من مثلا مو من هالجيل، فأحب أني أتعرف على القصص القديمة. فشدتني هذه المسلسلات، سبيشالي إن هي الرتم مالها أبطأ من ناحية الحدث التاريخ. فشيء مختلف نوعا ما، يختلف عن المسلسلات الحديثة. مسلسل، طيب مسلسل من ضمن قائمة اللي ما نبغى نقول الأسوأ لكن الأضعف، يعني مثلا نقول أمينة حاف بالفكرة اللي تم تناولها مثلا. بالضبط، أنا لازلت عن موقفي وصريحة فيه، من اللي شفتهم بشكل يعني أقدر أحكم عليه. مسلسل أمينة حاف أنا ما أشوف إنه هو يعني أنا شفت طلعوا وقالوا إنه هو كوميدي، أنا ما أشوف إنه هو في كوميديا. ثاني شغلة، وايد الفكرة يعني عولجت بشكل سطحي أو طرحت بشكل سطحي، ومثل ما قلت لك في إهانة للمرأة، ويعني قضايا المرأة وايد حساسة ومهمة جدا في هذه الفترة في منطقة الخليج، ما يفرض إنه تطرح بهالطريقة. خاصة إن زي ما قلنا إن إحنا خاصة الكويت، يعني الدراما الكويتية قاعدين النجمات فيها
بياخذوا نفس القدر من الـ من الـ الفرص بقدر الرجال. يعني المفروض انه تكون هذه فرصه انه يطرح القضايا كما يجب ان تطرح، خاصه قضايا النسائيه. يعني بالضبط، وخصوصا ان الفنان يعني هو حر انه يقبل العمل او يرفضه. فيعني الاستاذه الهام الفضاله، انا يعني اتمنى ان في المستقبل القريب في اعمال جديده ان يكون عندها نوع من الجديه والمسؤوليه تجاه المجتمع او تجاه المجتمعات الخليجيه بشكل عام، لان هي مشاهده في المكان. طيب قولي لي مين الفنانين اللي احببتي حالتهم هذه السنه؟ حبيت اختيارهم. شوفي يعني انا مشكله ما اقدر، يعني قلت لك انا ما تابعت لان وايد اعمال قاعده اشوف مقتطع وبعدين ما خلصت المسلسلات. بس انا يعني مثلا لفت نظري في فنانه والله ما يسعفني اسمها مع الفنان حمد العماني ومع الفنانه اللي معاه البطله اللي اسمها شيخه في سما عاليه، النبهان طبعا، المنصور، استاذه حياه الفهد، مهما كان يعني انتقادنا للمسلسل او فكرته يظل ادائها رائع جدا. ومن الشباب حبيتي ليالي دهراب. طبعا روان مهدي غابت عن نفتقدها اي هذا الموسم. انا افتقدها جدا جدا يعني. يعني ما شفت اي احد مميز كثير بشكل اللي انا اقدر اقول يعني يمكن احتاج اني انا اتابع المسلسلات بشكل اكبر. يمكن بعد رمضان. لا ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا احنا عملنا جرد شامل برغم انه انت تقولي انك ما شفتي. بس والله برافو عليك. وهذا هو دائما الاختلاف ما بين الناقد والمشاهد اللي تحول الى ناقد على السوشيال ميديا، انه المشاهد قد ما كان لو بينقد او بيضع ملاحظه ما راح يكون زي ما عين الناقد او رؤيته، لانه انت لفتي نظرنا وفتحتي عيننا على اشياء فعليا ما كنا راح نشوفها، لكن تناولتيها بشكل بروفيشنال يعني، فأشكرك. أي لا لا بالعكس، ولأن فعلا يعني أنا لما أشاهد عمل درامي ما أشوفه كعمل قصة ومتعة وخلاص، أدقق على التفاصيل والحوارات والأحداث يعني. بس محتاجين إحنا نطور الأعمال الدرامية فعلا. فعلا إحنا محتاجين إلى أعمال درامية تواكب قضايا المجتمعات الخليجية وتلامسها بشكل حقيقي وواقعي. أيوة أيوة، خصوصا قضايا المرأة مثل ما تفضلتي حضرتك أن أصلا الساحة الكويتية فيها فنانات وايد، فالدور يقع عليهم. أيوة، المسؤولية هذه تقع عليهم. طبعا أنا عموما سعيدة جدا جدا بهذه الحلقة معاكي، وإن شاء الله يا رب عادة ما تنقطع كل سنة ودائما منورتنا. ونرجع نقول لك مرة ثانية كل سنة وأنت طيبة، ونهني كل الناس اللي كانوا موجودين في الموسم أيا كان يعني العمل اللي قدموه، في الأخير وجودهم كمان أكيد صنع ولو فرق ولا 1% يعني. أكيد وأنتوا طيبين والمستمعين، وإن شاء الله يعود علينا بالخير رمضان والعيد بعد كل عام وأنتوا بخير يا رب، وإن شاء الله مثل ما قلتي هذه عادة وتتكرر إن شاء الله يا رب. أنا كمان أوجه سعيدة لله. أنا بالاستضافة حبيبتي، وإحنا أسعد فيك جدا، مبسوطين معانا. أنا أودع معاك المستمعين، شكرا لكم، شكرا لكل أحد حضرنا، أنا وأسيل أمين اليوم. إن شاء الله نلتقي قريبا مستمعينا، بكرة عندنا موعد جديد بحلقة أخرى. كنت معاكم طوال هذه الساعة سهى الوعل، ومن الكنترول كان معايا إبراهيم عكيري. مع السلامة.